السنوات اللي جايه هتصبح مدينه عظيمه جدا خطيره. الهدف الاول جميل، الله، الهدف الاول عن طريق الفنان راشد عيسى، عن طريق راشد عيسى ممتاز. اذا اول هدف في اللقاء لنادي العين، دايما مفيش جس نبض امام العين والشرق، استحاله يكون في جس نبض. كروس باص اتعمل ايه، وصفه جميله، وراشد عيسى واحد من المكاسب الكبيره، والاداء الجميل جدا وريان بابل. شوف الكوره، شوف هنا على طول خطيره ممتازه راشد عيسى، شوف حاطط الكوره ببطن القدم الفيليه. يا ولد يا ولد يا راشد، ارتقاء مع قرار عقلي عصبي ممتاز يا ولد. ما يحطهاش غير لعيب كوره، ما يحطهاش غير لعيب كوره. راحت له جميله من الريان بابل، يلعب الكوره على طول تاني، فاكس هولندي، والفاكس على طول يفتح المظروف. ممتاز راشد عيسى، ويسجل اول هدف. في الشمال بتاع العين خطير، التحرك للتاني، قنبله، مش ممكن يا ولد. ايه ده، ايه ده ريان بابل ده، ايه ريان بابل ده، مش ممكن مش ممكن مش ممكن. تنقيه نادي العين، ريان بابل يسجل هدف، قنبله 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 قنبله، قاعده صواريخ هولنديه عن طريق ريان بابل. صور يا مصور، صور يا صغير، بكره تبقى كبير وتدخل مع النادي الكبير. بص شوف العرضيه خطيره ممتازه، لما حضر عليها وحضر عليها وقرا عليها وسدد بالتصويبه القويه، قنبله، هدف عالمي جميل لنادي العين. بص شوف الشبكه بتتهز بجمال هولندي، العرضيه حلوه من فايز، والتصويبه، شوف ريح الكوره ازاي وريح جسمه ازاي، شوف الوضع التشريحي، وشوف وجه القدم الهولندي على يمين محمد يوسف، لا تصد ولا ترد يا عم بابل. خلاص يا عم، كتير في الافتايم الثاني، التصويبه المحيط خليفه، يا سلام عليك يا خالد عيسى، خالد عيسى، فاندر لي، فاندر لي، هوبا، التصويبه، الهدف يا ولد، الشارقه يسجل في الدقيقه كام؟ في الدقيقه 93 عن طريق ريناتو. اتاخرت اتاخرت، الشارقه اتاخر. شوف التصويبه من لاعب محيط خليفه، كره صعبه، خالد عيسى ما يقدرش يعمل لها غير كده، وادي المتابعه موجوده، وعن طريق فاندر لي ممتاز الباصه، يدلل الفارق نادي الشارقه العين. شوطه هو الشوط الاول، والشوط الثاني هو فريق نادي الشارقه لابد ياخد حقه 100 100. بص المهاره بتاعت اللاعب فاندر لي، وبص المهاره بتاعت ريناتو.